أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الدعاء دعاء وكد عيسان عند إفطار الصائم طفك صومن مركو أفرو أكتيدا مركو أفروي عند إفطار الصائم كي صومنا مركو أفروه أكتيدا وحليه هاي ذهب الظمأ أنكي واتغي وابتلت العروق حدي الددين واقيين وفبط الأجر أجر نوائي سقناضي إن شاء الله إليه الضدون. سيداس ولي حديث كاس وحوري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحناها حديث كبلو بيسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نبي صلى الله عليه وسلم مرك أو أفره ووحدي جري سنان مرك أو أفره مرك إذا أفطر أي بعد الإفطار مرك انتضع ونكذب لي وحنا كتوسا يذهب الظمأ أنك واتري وابتلت العروق حين الدبي واقين بنتي وإيقيدي وثبت الأجر أجر كنا واسقنا إن شاء الله إن شاء الله وحوا بدرين قفك صوصا وما أجر وسقنا ما مرك وحوا ثبوت الأجر وحوا أيام مشي أضو أيام مشي أضو الجحرية إلا تطبعنا النبي الشيخي صلى الله عليه وسلم أو أي سنسون كود أن كهلين إلا أن يقاتش معهن إلهي نقام دي وكواس إلهي نقام دي وكواس مركا الدعاء أيو كود دعاء سن